السلام عليكم ورحمة الله. احتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي الثلاثاء لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج ومجرم الحرب خليفة حفتر في محاولة لتقريب وجهات النظر بينهما. مصدر دبلوماسي أكد أن اللقاء جرى الإعداد له برعاية وفد من الكونغرس الأمريكي، مضيفا بأن الاجتماع الذي جرى بعيدا عن وسائل الإعلام في أبو ظبي ناقش بشكل أولي إجراء تعديلات على اتفاق الصخيرات، وكان كل من السراج وحفتر قد وصلا الاثنين إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي تلبية لدعوة رسمية من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. حلق طيران الرصد والتجسس الأجنبي المساند لميليشيات ما يعرف بالكرامة منذ صباح الثلاثاء في ظل هدوء حذر يسود محور وسط البلاد ببنغازي. مصدر من ثوار المدينة أوضح للتناصح أن مجموعة الغارات الاثنين وصل إلى أكثر من 20 غارة بين طيران بدون طيار وطيران ميغ، مما تسبب في دمار كبير بالمباني والممتلكات وسقوط طابقين من عمارة الحلال إحدى معالم مدينة بنغازي في محور البلاد بشارع عمرو بن العاص جراء القصف، مشيرا إلى استشهاد أحد مقاتلي شورى بنغازي واستمرار قصف الدبابات على المنطقة. هذا ودعت كتيبة شهداء ليبيا الحرة التابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي الثلاثاء، دعت كل الأحرار في كافة التخصصات للالتحاق بثوار بنغازي بشكل عاجل من أجل إسقاط مشروع حفتر ومن معه على حد قولها. وشددت الكتيبة في بيان لها على ما جاء من كلام فضيلة المفتي بأن الجهاد فرض عين على كل قادر وعلى المجاهدين أن يجمعوا كلمتهم، مطالبة بشكل عاجل الالتحاق بمجلس شورى الثوار أو سرايا الدفاع عن بنغازي، ومجددة في الوقت ذاته الدعوة لثوار ليبيا أن يرصوا الصفوف وأن يوحدوا الكلمة. هذا وأكدت الكتيبة لأهالي بنغازي المهجرين أنهم لن يفرطوا في تضحيات الثوار ولن يتركوا المدينة للعصابات المجرمة على حد تعبيرها. في خبرنا الأخير، قامت طواقم عملية صوفيا الأوروبية المتواجدة في المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط الاثنين بضبط شحنة أسلحة على متن سفينة ترفع العلم الليبي، وقد ضبطت عدة أنواع من الأسلحة منها بنادق آلية وقاذفات RPG وذخائر وقذائف هاون. وأشار بيان صدر عن إدارة العملية إلى أنه تم نقل جميع الأسلحة المصادرة إلى سفينة ألمانية مشاركة في صوفيا ليتم حصرها وفحصها والتخلص منها بموجب الفقرة الثالثة من قرار الأمم المتحدة. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لختام الموجز، إلى اللقاء.